اللي حصل احنا فوجئنا امبارح ان بخمسة من محامين اربعة منهم مرشح لمنصب النقيب واثنين منهم واحد غير مرشح كان مرشح لمنصب النقيب وتنازل واخر مرشح لعضوية النقابة. اربعة منهم من الاخوان فمع الاسف الشديد راحوا وقالوا كلام كل واحد راح قال عشان مصالحه الشخصية وليس مصلحة المحامين وراحوا من ورانا وقالوا ان احنا جات لنا دعاوي انما اللي نما لعلمنا ان هم جم على اساس ان هم يبوظوا ارادة المحامين ويعملوا الجمعية العمومية يلغوها في هذا الوضع. فدلوقتي طبعا احنا هم دي غير مسؤولين عنهم وغير مسؤولين عنا وجميع تصريحاتهم باطلة وملهاش اي حاجة في الجمعية العمومية واحنا متفقين على شروط العمومية. هم راحوا لذات المصلحة وقعدوا مع القضاء على اساس مصلحته بس ده مش هينفذ جدا ومش هنلبها لهم باي شكل كان. فاحنا بنقول دلوقتي للجميع اللي يروح من ورانا او بنقول ما ينتدب من الجمعيه العموميه صوته باطل. الجمعيه العموميه مش هتنفذ على حاجه خالص وعدم التنفيذ عليها. احنا بنتكلم دلوقتي لا جمعيتنا العموميه خارج الناس دي كل واحد عايز يعمل زعيم وكل واحد عايز يروح يدي قرارات عشان يظهر وناس بتروح تقول كلام في الفضائيات كلام ليس له اي اساس للتفكير بالنسبه لهم على اساس ان هم عشان يظهروا في الصوره او عشان يكبروا نفسهم انما لا الجمعيه العموميه ما بتتكلمش غير بيسمعها واحنا ما بنروحش لحد هم عايزين يجوا لنا زي ما هو رئيس الوزراء راح للقضاء لازم يجي لنا احنا مش اقل منهم هم قضاء جالس واحنا قضاء واقف. الناس اللي راحوا دول عايزين يصغرونا وعايزين يقولوا ان احنا رحنا وهم جولهم. لا احنا مش هنروح وجمعيه العموميه موجوده ورقابتنا مفتوحه عايزين يجوا اهلا وسهلا مش عايزين يجوا ما فيش اي حد يتكلم باسمنا خارج هذه النقابه احنا غير مسؤولين عنه. كلهم كانوا طالبين الشهره استاذ مرتضى منصور والاستاذ متصل الزيات والاستاذ محمد كامل مرشحين نقيب والاستاذ حمدي خليفه النقيب المخلوع من هنا. استاذ مرتضى منصور رايح لمصالح شخصيه، الاستاذ محمد كامل طبعا رايح عشان الانتخابات، استاذ منتصر الزيات رايح عشان الانتخابات، والشريعه لجنه الشريعه راحت لهم هناك عشان الانتخابات. البتاع دوت ما فهمش غير الخمسه دول النقابه، لا النقابه دول هم دول بعيد عن النقابه، لان هم راحوا لهم هناك، المفروض عايزين يجوا هنا وفي جمعيه عموميه وفي جمعيه شرعيه هنا. المفروض ان ما بيروحوش اي حته تانيه. انما اي حد تطلع هذا الكلام خارج نقابتنا احنا غير مسؤول عنه وجمعيه عموميه غير مسؤول عنه.